تتصاعد الاحتجاجات في جامعة صنعاء أكبر جامعات البلد على خلفية إيقاف رواتب أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة. نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء والكليات التابعة لها أعلنت تعليق الشارات الحمراء استعدادا للتصعيد، رافضة استلام نصف الراتب الذي أقرته سلطة الميليشيا في صنعاء، معتبرة ذلك إهانة للعمل الأكاديمي وسعيا من الميليشيا لإخضاع الأكاديميين وصرفهم عن مهامهم الأساسية. يقول أعضاء هيئة التدريس أن لدى الجامعة ما يكفيها من الموارد لدفع رواتب موظفيها، ويتهمون رئاسة الجامعة بوضع هذه الموارد تحت تصرف الميليشيا وتوريدها لحسابات تذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، في حين بقي أعضاء هيئة التدريس بدون رواتب منذ أشهر في ظل ظروف صعبة دفعت بعض أساتذة الجامعة إلى البحث عن أعمال خارج السلك التعليمي. رئاسة الجامعة المعينة من قبل الميليشيا حاولت تبرير تأخر صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس بتكرار المبررات التي تسوقها سلطات الانقلاب في صنعاء، مذكرة بالحرب ونقل البنك المركزي إلى عدن، لكنها لم تستطع إنكار الاتهامات الموجهة إليها. ففي اجتماع عقدته النقابة قبل أيام قال رئيس الجامعة أن الجامعة تمتلك نحو 130 مليون ريال كوفر ضمن موازنة هذا العام، لكنه قال بأن هذه المبالغ لم تعد متاحة لرئاسة الجامعة وليس باستطاعتها التصرف بها، وهو ما يشير لأن تلك المبالغ أصبحت تحت تصرف الميليشيا وحدها. يأتي هذا في حين تتزايد انتهاكات الميليشيا ضد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على خلفية مطالبة بحقوقهم ورفضهم الإجراءات التي اتخذتها سلطات الميليشيا في الجامعة. آخرها كان محاولة رئيس الجامعة ومسلحيه الاعتداء على إحدى عضوات هيئة التدريس في كلية الآداب، فيما كان طالب ينتمي لجماعة الحوثي قد قام بالاعتداء على أستاذين في ذات الكلية قبل أيام.